بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي طلبه المستوى الثالث الثانوي ارحب بكم في درس جديد من دروس علوم البيئه المقرره عليكم علم 201 درسنا اليوم باذن الله تعالى سيكون عن الطاقه الشمسيه وهي احد الانواع او انواع الطاقات البديله الاخرى عن الطاقه النفط والوقود الاحفوري وهذه الانواع من الطاقه. سندرس اليوم باذن الله تعالى عن الطاقه الشمسيه فلنبدا معا. وللطاقه الشمسيه اعزائي اهميه كبرى في حياتنا اليوميه، فهي توفر لنا الغذاء توفر عفوا توفر لنا الضوء توفر لنا الدفء وتوفر لنا أيضا الغذاء عن طريق النباتات فهي المسبب أو العامل الأكبر لنمو النباتات أيضا أعزائي للطاقة الشمسية أهمية كبرى جدا فهي المصدر الرئيس لأي نوع من أنواع الطاقات على سطح الأرض لنأخذ مثالا النباتات تصنع غذائها عن طريق عملية البناء الضوئي فعملية البناء الضوئي هي العامل الرئيسي لحصول الغذاء او لحصول النبات على هذه التغذيه فياخذ النبات اشعه الشمس يقوم بعمليه البناء الضوئي ثم يتناوله الانسان فيحصل منه على الطاقه وهكذا. ايضا دوره الماء في الطبيعه مثلا لو اردنا الحصول على الطاقه من الشلالات او من السدود او ما الى ذلك هذه اي نوع من انواع الطاقه التي نحصل عليها من الماء اساسها هي الطاقه الشمسيه لان بدون طاقه شمسيه او بدون الشمس لا يوجد لدينا دوره ماء في الطبيعه. كذلك الرياح، الرياح ايضا اعزائي إذا علمنا كيف تتكون الرياح سنعرف أن الشمس هي المصدر الأساسي الرياح هي عبارة عن تيارات هوائية ولكن كيف تتكون هذه التيارات تقوم الشمس بتسخين بعض المناطق مثلا هذه المنطقة ستكون منطقة هواء حار منطقة حارة وهذه المنطقة ستكون منطقة هواء بارد أو منطقة باردة فماذا يحدث لتفاوت الحراره بين هاتين المنطقتين ستحدث عمليه او سيحدث ستوجد الرياح، فمن المسبب الرئيسي للرياح او لاي نوع من انواع الطاقه هي الشمس. آه ايضا اعزائي الشمس هذه الطاقه الهائله والمصدر الرئيسي، كيف الشمس من البدايه اصلا كيف تحصل على طاقتها؟ من اين؟ الشمس أعزائي تحصل على تحصل على الطاقة الشمسية من خلال عملية الاندماج النووي الحراري. عملية الاندماج هي في الأساس عبارة عن تحدث في مركز الشمس حيث تكون الحرارة هائلة جدا والشمس كلها عبارة عن أنوية لذرات الهيدروجين فتقوم ذرات الهيدروجين بالاتحاد معا فمثلا لدينا هنا ذرة هيدروجين وذرة هيدروجين أخرى ماذا سيحدث؟ سيتحدان معا وعند اتحادهما يكونان نواة لذرة الهيليوم فأثناء تكوين هذه النواة الهيليوم في هذه أثناء هذه العملية يخرج يعني جزء بسيط من كتلة زائدة يعني كتلة هذه الكتلة عبارة أساساً عن طاقة، ولكن ليست طاقة عادية، طاقة هائلة جداً. وبالتالي تحصل الشمس على طاقتها من هذه من أو من عملية تكوين نواة الهيليوم. وهذه الطاقة تكون على شكل طاقة حرارية وطاقة ضوئية، هذا النوعين من الطاقة. فهذه الطاقة الهائلة أعزائي التي تخرج من الشمس في الحقيقة الشمس التي نراها كل يوم والضوء المرئي الذي نراه الأشعة التي تصلنا من الشمس في الحقيقة لا يصلنا من الشمس سوى عشرة السالب 12 عش فقط من كمية الطاقة التي تنتج من الشمس وهذا جزء بسيط جدا جدا من الطاقة الحقيقية التي تنتجها الشمس فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن أعطانا الكمية المناسبة فقط لحياتنا من الطاقة الشمسية فقط وليس أكثر. لاحظوا أيضاً أعزائي سنرى كيف يعني كيف نستفيد نحن البشر أو أي كائن حي في هذه البيئة من الشمس. لاحظوا معي في البداية لدينا هنا طاقة شمسية. طاقة شمسية. هذه الطاقة الشمسية تقع على شكل حرارة وأشعة تقع على جسم ما فلنفترض أنه نبات نأخذ مثالا نبات يسقط عليه ضوء الشمس ماذا سيحدث؟ سيمتص النبات أشعة الشمس عملية بناء ضوئي ينمو النبات تنتج لدينا مثلا الثمار هذه مثلا التفاحة ماذا سيحدث؟ من الذي ستناول هذه التفاحة؟ الإنسان الكائن الحي ماذا فماذا حدث؟ هذه الطاقة الشمسية انتقلت إلى النبات وبالتالي ثم انتقلت إلى الإنسان، فهذه الطاقة فقط تنتقل وتتحول من شكل إلى آخر. هذا الإنسان يستطيع يمكن أن نلاحظ ارتفاع حرارة درجة الجسم بعد الأكل، طاقة حركية كبيرة، فتتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية وربما طاقه حركيه يستطيع الانسان ان يتحرك بعد الاكل فهذا يحقق لنا اعزائي قانون حفظ الطاقه وربما درستموه سابقا قانون حفظ الطاقه ينص على ان الطاقه لا تفنى ولا تخلق من العدم ولكن فقط تتحول من شكل الى اخر طاقه شمسيه الى طاقه حراريه الى طاقه كيميائيه انواع طاقات متعدده من أهم مميزات الطاقة الشمسية أعزائي أنها طاقة زهيدة رخيصة الثمن نظيفة جدا لا ينتج عنها أي نوع من أنواع التلوث وكذلك متجددة فنحن نعلم أن الشمس دائما الحمد لله موجودة. ولكن لها سلبيات أيضا أنها ليست مصدرا ثابتا فربما غطتها الغيوم وربما تعاقب عليها الليل فبالتالي هي ليست مصدر ثابت استطيع الاعتماد عليه 100% دائما، وكذلك انني اذا اردت الاستفاده من هذه الطاقه الشمسيه ساحتاج الى اجهزه. وهذه الاجهزه مكلفه و يعني غاليه الثمن لنحصل عليها، فهذه من اهم سلبيات الطاقه الشمسيه. ولكن على الرغم من هذه السلبيات نستطيع الاستفاده من الطاقه الشمسيه عن طريقتين. الطريقه الاولى هي الطاقه الشمسيه السلبيه، والسلبيه هنا اعزائي لا نقصد فيها شيء سلبي او شيء يعني ليس جيدا، ولكن طاقه الشمسية سلبيه هي الطاقه التي اقوم او التي تطلقها الشمس ثم تخزن في غرفه مغلقه فقط هكذا بشكل طبيعي، اعطيكم مثالا. لو مثلا تخيلوا انفسكم في السياره في شهر اغسطس مثلا شهر ثمانيه وفتحتم السياره وجلستم، ماذا ستلاحظون؟ حراره هائله جدا موجوده داخل السياره. هذه الحراره ناتجه عن الطاقه الشمسيه، فانا لو جالس الان الانسان جالس في السياره ستصله هذه الحراره وهذه الحراره او نوع من انواع الطاقه الشمسيه عباره عن طاقه شمسيه سلبيه لا استطيع تخزينها من الصعب جدا تخزينها لا استطيع تجميعها ولكن استفيد منها على شكل دف يعني للتدفئه تدفئه او للاضاءه مثلا فاستفيد منها في التدفئه والاضاءه فقط ولا استطيع الاستفاده منها في شيء اخر وبالتالي اعزائي سميت هذه الطاقة بالطاقة الشمسية السلبية لانني لا استطيع الاستفادة منها بشكل مباشر. ولكن كيف استطيع الاستفادة؟ يعني ربما نستطيع الاستفادة منها ولكن عن طريق البناء. لاحظوا معي اعزائي انني اذا اردت الاستفادة من اشعة الشمس السلبية يجب ان ابني بناء مخصصا لهذا او لتجميع هذا النوع من الطاقه لاحظوا معي هذا المنزل مبني لاستعمال الطاقه الشمسيه السلبيه ويستخدم عاده لتدفئه المنازل لاحظوا معي اولا هذه الـ هذا البناء اولا نوافذه الزجاجيه تكون كبيره لكي تحصل على اكبر قدر من الاشعه الشمسيه وكذلك الحوائط تكون مبنيه من ماده تمتص الطاقه الشمسيه مثل الاسمنت وغيرها يمتص كل الطاقه الشمسيه وهذا كله يحدث في اثناء النهار ايضا حتى الارضيات الجدران جدران المنازل كلها تكون مصبوغه بلون قاتم ايضا ليمتص الحراره وكذلك هناك لدينا في احد زوايا المنزل سيكون لدينا خزان وهذا الخزان متصل بانابيب على ارجاء المنزل، وهذا الخزان مليء بالماء ويمر هذا الماء داخل هذه الانابيب وتنتشر في جميع ارجاء المنزل. فهذا في بناء المنزل الذي ساستعمله لتدفئه المنزل باستخدام الطاقه الشمسيه السلبيه. ماذا سيحدث؟ لاحظوا معي الان هذا هذه هي الشمس. في النهار ستدخل اشعه الشمس الى المنزل عن طريق النوافذ الزجاجيه الكبيره. وسيحتفظ المنزل بجميع الحراره في اثناء النهار، لان لديه العوامل التي تساعده على ذلك. فماذا سيحدث للانابيب لهذه الانابيب وخزان الماء؟ سياخذ جميع الحراره وسيحتفظ بها، لان الماء يحتفظ بالحراره. طيب، في اثناء الليل ماذا سيحدث؟ في اثناء الليل تنخفض درجة الحرارة ويبرد المنزل، ماذا سيحدث؟ سيقوم هذا الخزان المائي عفواً سيقوم هذا الخزان المائي بإشعاع الحرارة مرة أخرى في أرجاء المنزل، هذه الحرارة التي احتفظ بها طول اليوم سيطلقها في الليل وتستمر العملية في ثاني يوم تجميع الحرارة ثم توزيعها تجميع الحرارة ثم توزيعها فهذا بالنسبة لي الطاقة الشمسية السلبية أما النوع الثاني من الطاقة الشمسية هي الطاقة الشمسية الإيجابية الطاقة الشمسية الإيجابية الاختلاف أنني هنا أستطيع استخدام أجهزة وهذه الأجهزة أستعملها لتجميع وتخزين وتوزيع الحرارة الناتجة من أشعة الشمس فلاحظوا معي في هذه الصورة هذا عبارة عن مجمع حراري ماذا سيفعل هذا المجمع؟ نضعه فوق مثلا أسطح سطح المنزل أو سطح البناء هذا عبارة عن شرائح من أو ألواح داكنة جدا لماذا داكنة؟ حتى تمتص كل الطاقة الضوئية والحرارية من الشمس، فتمتص الطاقة الشمسية هذه الألواح وتكون موصلة أيضا بنفس فكرة الطاقة الشمسية السلبية، تكون موصلة بأنابيب وهذه الأنابيب تحتوي على مادة مثل ماء أو هواء أو مادة مانعة للتجمد أو ما إلى ذلك. مضادة للتجمد عفوا. فبالتالي هذه الفكرة الأساسية من من المجمع الحراري. ماذا سيحدث؟ لاحظوا معي هذا المنزل، هذه صورة تخطيطية بسيطة، الذي سيحدث أن هذه هي مجمعات للطاقة الحرارية موصلة كما ذكرنا بأنابيب. هذه الأنابيب، طبعاً هنا لدينا حرارة عالية جداً، موصلة بأنابيب فيها ماء، هذا الماء سيكون حار جداً بسبب الطاقة الحرارية الموجودة من الشمس. فينتقل عبر ارجاء المنزل هنا في خزان موجود تحت الارض او في الطابق السفلي، ماذا سيحدث؟ سيجمع الماء الساخن ويوزعه مره اخرى على ارجاء المنزل فتنتشر التدفئه داخل المنزل. يمر الماء الساخن في الانابيب ويدفئ المنازل ويعود مره اخرى مرة ثانية سألاحظ أنه سيعود مرة أخرى إلى الخزان على شكل ماء بارد، فقد حرارته وتحول إلى ماء بارد ويقوم هذا الخزان بتسخينه أو عفوا بإرساله مرة أخرى إلى مجمعات الشمس وتسخينه ثم يبرد ويسخن وهكذا، تحدث العملية طوال الوقت، ولكن لاحظوا أننا استخدمنا أجهزة لتجميع وتخزين وتوزيع الطاقة. هناك نوع آخر أيضا استطيع الاستفادة منه من الطاقة الشمسية وهي الخلايا الكهروضوئية سأريكم صورة الآن وستعرفون عليها ولكن قبل أن أريكم الصورة الخلايا الكهروضوئية أو تسمى خلايا ال-PV هذه الخلايا هذه هي الشكل الخلية هي عبارة عن رقائق مصنوعة من مادة شبه موصلة مثل السيليكون أو السيلينيوم وهذه تنتج الكهرباء مباشرة، ماذا سيحدث؟ عند سقوط أشعة الشمس، هنا هذه هي أشعة الشمس تسقط على هذا لوح السيلينيوم أو السيليكون مادة توصل التيار الكهربائي، ماذا سيحدث؟ ستنطلق الإلكترونات وترتفع إلى مستويات عالية، طاقة عالية، تتحرك الإلكترونات فحركة الإلكترونات هي في الأساس عبارة عن تيار كهربائي فهذه الالكترونات تتحرك وتنتقل، لاحظوا، تنتقل تضيء المصباح و يتولد التيار الكهربائي. فبس فقط من خلال اشعه الشمس. هذه الشرائح الكهروضوئيه تستخدم في العديد من الاجهزه مثل الحاسبات، الكالكوليتر ستلاحظون هناك شاشه موجوده فوق الكالكوليتر بهذه الطريقه. لونها شوي بني. هذه الشاشه هي عباره عن خلايا بي في. ايضا تكون احيانا موجوده في ساعات اليد ولها استخدامات عديده اخرى. ومن اهم مميزات الخلايا الكهروضوئيه اعزائي انها لا تسبب التلوث. هذه هي الخلايا الكهروضوئيه التي اخبرتكم عنها لاحقا، ربما لاحظت يعني عرفتموها الان. اولا انها لا تسبب تلوث. ثانيا خفيفه الوزن جدا وزنها خفيف جدا لا تسبب التلوث وايضا لا ينتج عنها النفايات ولا تستهلك مواد كثيره في تصنيعها فهذه كلها عباره عن مميزات لهذه لا يعني لا تسبب مميزات كبيره جدا لهذه الخلايا. وكذلك تعيش لفتره زمنيه طويله جدا، فبالتالي توفر علي التكلفه الماليه. وهكذا اعزائي الطلبه اشكركم جزيلا على حسن مشاهدتكم، القاكم مره اخرى باذن الله تعالى تحياتي لكم.